جوه السيدة في المشرحة جت النهاردة الصبح محاولة من شرطة الملي، كانت هناك بقالها أسبوع. الجثة دي اشبه مراتك إلهام. وأنا زي ما قلتلكم تراب من غير روح. قصدك يعني إن في ناس أبويا أذاهم واخدين عهد مع جنية اللي هي عايشة خنديشة؟ دي حكاية شعبية في المغرب، أسطورة بتقول إن الست دي حلوة قوي وبتطلع للرجالة بالليل وبتعمل لهم إغراء. عكازك في الطريق اللي هتمشي فيه لوحدك. عايز تقنعني يعني إن صابر اللي دخلني مصحة نفسية واللي بيفهم في الجن والعفاريت أكتر من شمس نفسه؟ سنة رسالتي ما جاتش من الجن، جت من الإنس. يعني كل الحكاية اللي إحنا فيها دي أنت اللي ابتديتها؟ الكبريت الأحمر الجزء الثاني من السبت إلى الأربعاء الرابعة عصرا على قناة مصر الأولى.